السلام عليكم، مرحبا بكم أعزائي تلاميذ السنة الثانية إعدادي في درس جديد من دروس مادة الرياضيات. درس اليوم إن شاء الله بعنوان التركيب والعمليات. نبدأ على بركة الله. إذا بداية سنحاول فهم بعض المصطلحات. سنبدأ إن شاء الله بالرمز أصغر أصغر. إذا الرمز أصغر، إذا ما نكتب أ أصغر قطعا من ب، فهذا يعني أن أ أصغر من ب و أ تخالف ب. مثلا ممكن أن نكتب 3 أصغر قطعا من 4، لا يمكن أن نكتب 3 أصغر قطعا من 3، فهذه الكتابة خاطئة. الرمز الثاني هو الرمز أصغر من أو تساوي. إذا هنا كنشوفو عندنا واحد العلامة ديال التساوي، ماذا تعني؟ تعني أن أ أصغر قطعا من ب أو أ تساوي ب. إذا مثلا 3 أصغر أو تساوي 4. يمكن أن نكتب 3 أصغر من أو تساوي 3، هذه الكتابة صحيحة. المفهوم الثاني هو مفهوم متفاوتة. سبق أن درست مفهوم المتساوية، أي طرف يساوي طرف، تعبير يساوي تعبير. عندما يكون أحد الطرفين أكبر أو أصغر من الطرف الثاني فنتحدث عن متفاوتة، أي هناك تفاوت. إذا أ أصغر قطعا من ب أو أ أصغر أو تساوي ب. يمكن كذلك أن نكتب أ أكبر من ب أو أ أكبر أو تساوي ب. الآن نبدأ إن شاء الله بأول قاعدة، وهي قاعدة تستعمل لمقارنة عددين جذريين، وهي تقنية من التقنيات المتعددة. إذا القاعدة تقول لمقارنة عددين جذريين أو بنحسب فرقيهما، لدينا احتمالين، إما الفرق موجب، فهذه الحالة أ أكبر من ب، العدد الأول أكبر من الثاني. مثلا عندما نقوم بمقارنة 10 و5 مثلا، إذا 10 ناقص 5 5، الفرق موجب، إذا العدد الأول أكبر من العدد الثاني. هنا يمكن أن نكتب أكبر أو تساوي. الحالة الثانية عندما يكون الفرق سالب، فهذه الحالة الـ أ أصغر من ب، العدد الأول أصغر من الثاني. مثلا عندما نقارن 9 و10 مثلا، إذا 9 ناقص 10 ناقص 1، الفرق سالب، إذا العدد الأول أصغر من العدد الثاني. نأتي الآن إلى بعض نأخذ الآن بعض الأمثلة لنقارن بين العدد 1 والعدد 5 على 3. إذا قلنا نقوم بحساب فرق العددين، نقوم بتوحيد مقامي العددين. إذا 5 ناقص 3 = 2 على 3. إذا الفرق أعطاني عدد موجب، إذا العدد الأول أكبر من العدد الثاني. المثال الثاني لنقارن بين 3 على 5 و7 على 3. إذا كما قلنا نقوم بحساب فرق العددين، نقوم بتوحيد المقامات. إذا المقام 1 هو 15، إذا هنا ضربنا 5 في 3، نضرب 3 في 3 نفس الشيء، إذا 7 في 5 5 و3. إذن 9 ناقص 35 ناقص 26. إذن ناقص 26 على 15 هو عدد سالب، يعني العدد الأول أكبر من العدد، العدد الأول عفوا أصغر من العدد الثاني. المثال الأخير 0.7 و6 على 5، نقوم بفرق العددين. إذا نحول العدد العشري إلى عدد جذري، عدد كسري، 7 على 10 ناقص 6 على 5، نوحد مقامي العددين. إذا 7 ناقص، ضربنا 5 في 2 لكي نحصل على 10، إذا نضرب 6 كذلك في 2 هي 12. إذا 7 ناقص 12 هي ناقص 5 على 10 بعد اختزال بالعدد 5،
صافينا، ناقص 1 على 2. إذا ناقص 1 على 2 هو عدد سالب، يعني الفرق عدد سالب. إذا العدد الأول أصغر من العدد الثاني.